الرجل الذي يعمل عمل الطيب أول جزاء له أنه ينسجم مع ذات، أنه راضي في ذات. يا أيتها النفس المطمئنة، اطمئنان، رضا داخلي. هذا الرضا أفضل جزاء آني للعمل. وإذا واحد إجى للبيت وشاكس مع زوجته وضرب أطفاله، أو الزوجة شاكست مع زوجها، أول عقوبة لها أن ضميرها ووجدانها يؤنبها، ليش فعلت هذا العمل؟ بعد لحظات الفورة تنتهي، وإذا بالندم يتملك هذا الرجل أو هذه المرأة، ليش فعلت هذا العمل؟ هذه المرحلة الأولى، مرحلة الجزاء الذي يستبطنه كل عمل في ذاته.